السلام عليكم. اليوم راح أشرح طبعا أسئلة رياضيات لمادة نصف السنة للصف الرابع ابتدائي. عندي السؤال الأول، هنا اكتب العدد بالصورة التحليلية، يعني كل عدد حسب مرتبته. هنا الواحد، ستة، ثمانية، مئات، ثمانية مئة، صفر، آلاف، طبعا صفر واحد. عندي ثلاثة، هنا ثلاثون، ألف. الأربعة، أربعة مئة، ألف، يعني بخمسة أصفار. وهنا مليونان، يعني بستة أصفار. سؤال اللي بعده يقول، قدر ناتج الطرح بالتقريب لأقرب ألف. بالتقريب لأقرب ألف يعني ها، انظر التسعة، التسعة شقد تنطي الثنين، تصبح ثلاثة، يعني تصبح ثلاثة. فإذا خمسة، خمسمائة، خمسمائة وثلاثة عشر ألف. هسا السبعة تنطي التسعة تصير عشرة، العشرة شقد تصير، يعني تنطي تصير واحد هنا. فإذا واحد هنا صارت، وهذه صفر، وهنا بقية المراتب أصفار. عملية الطرح طبعا صفر، هنا صفر، هنا صفر. زين، ثلاثة ناقص صفر ثلاثة، واحد ناقص واحد صفر، وخمسة ناقص ثلاثة اثنين. إذا الناتج هو 200 و 203 ألف. هنا السؤال اللي بعده يقول، ما القيمة المكانية للرقم اثنين؟ هنا وين رقم اثنين عندي موجود؟ هنا عندي، هنا أحد عشرات مئات، أحد عشرات مئات الألوف، إذا ملايين. إذا القيمة المكانية إلى شنو؟ هي الملايين، يعني اثنين مليون، مليونان، أو تكتب بمليونان. إذا قيمتها المكانية هي شقد؟ نين، مليونين. رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، يعني شنو من الأصغر؟ يعني من أصغر رقم. أجي أولا هنا أحسب عدد المراتب، هاي ستة، هذه ستة، هذه خمسة. إذا من هو الأصغر؟ أصغر رقم هو هذا اللي عندي أقل عدد مراتب. أجي بعدين هذولا اللي بقالي، أدي هذا ثلاثة وهذا ثمانية، لأن المراتب متساوية. إذا من الأقل؟ ثلاثة، راح أخذ هذا الرقم، ثم اللي بقى هذا الرقم الأخير المتبقي. السؤال اللي بعده، أجب عن الفرعين مما يأتي، أقدر ناتج الجمع بالتقريب إلى أقرب ألف. هسه هذا أقدره، ناتج بالتقريب إلى أقرب ألف. هذا الرقم الأول، وثم هذا الرقم. أولا راح أقربهم، فأقرب ألف أبوع للواحد ما ينطي، الواحد ما ينطي الخمسة، فبقية المراتب، فالخمسة تنزل كما هي، بقية المراتب أصفار. هسا هذا أيضا وين أبوع؟ أبوع للسبعة، السبعة تنطي للصفر، فإيش قد يصير الصفر؟ يصير واحد، بقية المراتب أصفار. ثم اجمعهم، صفر صفر صفر، خمسة واحد، ستة اثنين، وأربعة ستة. فإذا ستة وستون ألف النتيجة. احصر الناتج الجمع بين تقديرين أعلى وأدنى. هسا هنا 320، الأعلى هنا التقدير الأعلى 400، والتقدير الأعلى 470، 500. فإيش قد تصير أصفار تجمع؟ صفر بصفر، صفر أربعة وخمسة تسعة، إذن النتيجة 900. تقدير الأدنى 320 هي 300، والأربعمية وسبعين هي شقد؟ أربعمية. فإذن 700. إذن يقول هنا، اكتب العدد 20 ألف بالصورة الرقمية. 20 ألف يعني شقد؟ هنا هذه، هذه هو بالصورة الرقمية. هسا عندي هنا هذا السؤال، جد العدد المجهول للجملة العددية. عندي طبعا أني بما أنه المربع هو هذا الأول فارغ، فش راح أخذ؟ راح أخذ الناتج، أطرحه من العدد الثاني اللي هو ثمانية
8 2 ناقص 8 ما يصير، هذه يصير 2، هاي يصير 12، فايش قد يبقى 4. هذه 2 ناقص 7 أيضا ما يصير، هاي يصير 12، هاي يصير 6، فهذه ايش قد تصير 5. فستة ناقص صفر 6 وصفر 8 عندي 3. إذا هذه هو الناتج. أتأكد من حلي، هل هو حلي صح؟ أنزل هذا أجمعه ويا العدد الثاني. هسه 12 هاي 1، عندي 13 هاي 6 و1 7، عندي هنا 2 هنا 8. إذا نفس الناتج، إذا حلي صح. إذا هي النتيجة قد 30654. السؤال اللي بعده عندي هنا، صف الحدث لاحتمال سحب كرة حمراء، ممكن أم مستحيل أم مؤكد؟ هنا عندي كرة حمراء، إذا بما إنه عندي بس مو نسبتها 100%، إذا يعني شنو ممكن؟ يعني شنو هنا ممكن؟ عندي قارن بين العددين باستعمال أحد الرموز، أكبر أصغر يساوي. هنا نفس عدد الأرقام، يعني نفس عدد المراتب، فهنا 4 هنا 2، إذن هذه أكبر من 2، إذن أكبر. يقول لدى سورة ألبوم صور يحتوي على 15 صفحة، في كل صفحة 12 صورة، ما عدد الصور في الألبوم؟ إذن أضرب 15 في 12، فشرح أسوي 2 في 15، والواحد اللي هو عشرات في 15، 2 في 5 10، 0 1 إعادة تسمية للمرتبة اللي بعدها، 2 في 1 2، 1 3، عدي هنا الصفر ينزل، فواحد في 550، أجمعهم 30 زائد 150، شكد يطلع 180، إذا النتيجة هي 180 صورة. السؤال فرع باء، يقول يذهب التلاميذ إلى المدرسة بوسائط النقل المختلفة، عفوا حافلة مدرسية، دراجة هوائية، سيارة خاصة، ومنهم من يذهب سيرا على الأقدام كما مبين في الجدول التالي، ما الوسيلة التي يستخدمها أقل من 20 تلميذ؟ أجي أنظر، يريد أقل من 20 تلميذ. هسا عندي هسا هنا حافلة مدرسية إيش قد يستخدموها؟ 30، فهذه بما أنه 30 يعني دراجة هوائية يستخدموها 15، هذه ممكن أخذها. سيارة خاصة 25، هذا ما أخذها، يعني فوق 20. سيرا على الأقدام 50، إذا ما أخذها. فإذا منو اللي موجودة عندي؟ فقط الدراجة الهوائية هي اللي يستخدمها أقل من 20 تلميذ.